السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناتي على اليوتيوب صفحتي على الفيسبوك. إخواني كما عودناكم اليوم راه معنا أخونا جانا ضيف من ولاية سوق هراس، نتشرفوا بكل يعني الناس من الجزائر يعني من جميع المربيين. إخواني أخونا راه حاب يشوف غرفة الإنتاج نتاعنا، راه جا عندنا أخونا الأزهر يعني راه مرحب به، كذلك راه وقتنا من عندي بعض المكملات. يعني خويا الازهر راك تقدر تقول كلمه لاخواننا المربيين. السلام عليكم خاوتي، اليوم ان شاء الله تلاقيت بخويا نور من عنابه، يعني استقبلني بحر الاستقبال، ربي يحفظه. شفت من عنده شويه ثنا دي فيتامين، شويه مكملات غذائيه، ربي يحفظه ان شاء الله وربي يبارك له في واش عنده ان شاء الله. وخويا الازهر هو مربي نتاع حسون الطفره، يعني ما شاء الله راني شفت النوعيه نتاع العصافير نتاعو يعني ممتازه ما شاء الله. يعني اخواني بالملخص نتاع الحديث، احنا حابين نقول لكم جميع المربيين الجزائريين راكم مرحب بكم جميعا، احنا رانا هنا خاوة وماذا بينا نوصلوا المعلومات لجميع المربيين بطريقه صحيحه، وحنا رانا ما نكبروا على حتى واحد، اي انسان راه مرحب به. خونا راه جانا من سوق هراس، نتشرفوا به ونتشرفوا بناس سوق هراس، كذلك نتشرفوا بجميع الناس من جميع الولايات. كل التقدير والاحترام اليكم، كذلك كل التقدير والاحترام لاخي وصديقي وزميلي عادل اللي راهو يصور فيا. نوجه تحيه كذلك للجميع، الجميع المربيين، وكل شيء مبروك على اخواننا اللي تحصلوا على البطوله الوطنيه في كناري اللون. كذلك نوجه تحيه لرئيس الجمعيه نتاع جمعيه هواة الطيور لولايه الطيف، يعني ما شاء الله مستوى عالي جدا، ان شاء الله تكون لنا مشاركه في الايام القادمه ان شاء الله. اخواني ما عندي ما نقدر نقول اكثر من هكا، كل التقدير والاحترام اليكم. خويا الازهر نتشرف بالانضمام نتاعك، شكرا جزيلا على هذا يعني الزياره اللي قدمتها لنا، راك مرحب بك دائما اخي، وحنا رانا هنا في خدمه جميع المربيين اخي. يعني الغرفه راه عجبتك واش تشوف انت؟ ربي يبارك ما شاء الله. الحمد لله نوعيه نتاع العصافير واش تشوف فيها؟ ما شاء الله خيرك. الحمد لله خويا، راه خاوتنا راهم يشوفوا معنا، يعني كل شيء راه متوفر الحمد لله. شكرا خويا، نتشرفوا بك خويا العزيز، مرحبا بالجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.